بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين في هذه الانطلاقات. مباشرة مع المركز الأول شاهين في مقدمة هذا الشوط، محمد بن علي الوهيبي مع المركز الأول. المركز الثاني من بع زاهر بن حمد المالكي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث ظبيان حمد بن مبارك الوهيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع الشهم سليمان بن سالم المالكي على المركز أيضا الرابع. والمركز الخامس الوصول من جبار سليم بن حمد بن سليم الوهيبي، من ينطلق مع جبار على المركز الرابع والخامس. هذا النداين الخمسة المراكز الأولى المنطلق. يا سلام، الله 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 يا أخواني، في هذا الشوط نوعية قادم من المراكز الخلفية، يغير سريع سريع سريع، والاسم مجهول والاسم مجهول. ما شاء الله تبارك الله، ألاحظ هذا الحيد اللي دخل، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي تقدم حامل رقم 16 متقدما سريع نحو المركز الأول، غير مدون معانا في كشف البيانات. ولكن من الجانب الآخر أعود إلى المركز الثاني. المركز الثاني مناور حمد بن علي بن حمود المالكي مع المركز الآخر، ولكن القدوم من شعار محمود بن علي الوهيبي منطلقا في هذه اللحظات على المرتبة الثانية. المركز الثالث الوصول من تقدم من مع أيضا الجانب الآخر الشهم سليمان بن سالم بن حاكم المالكي المنطلق في هذه اللحظات. المركز الرابع كفو علي بن سالم المالكي. هذه النتيجة، هذا هو التحديات المميزة. يا سلام، أعود مع المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط، إلى التحدي الجميل والعرض الأجمل والأداء الأجمل في هذا التحدي الثنائي الجميل. يا سلام، انطلق الكل من اجل الناموس والانتصار. يا سلام، تقدم الجميع، تقدم الجميع. يا سلام، روح ورحو المركز الاول، كفو مع المركز الاول، غير من الجانب الاخر وانطلق نحو الصداره بقياده علي بن سالم المالكي منطلقا مع المركز الاخر، ولكن بشعار ايضا هناك سليمان بن سالم المالكي من الجانب الاخر. ياهو تحدي جميل، الامتار الاخير، الامتار المجنونه، غير 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 شعار الإعلامي مع المركز الأول في الأمتار الأخيرة في الأمتار المجنونة. تهانينا والناموس لسليمان بن سالم بن حاكم المالكي على انتزاعه لهذا الشوط. المركز الثاني حامل رقم اثنين هناك كفو علي بن سالم المالكي. المركز الثالث أيضا بشعار سعيد بن حمد الوهيبي. توقيت الزمن دقيقتين وخمسين، هو التوقيت الزمني المميز. يا سلام، الله الله، تهانينا.